صباح الخير واهلا بكل مين انضم لنا في فلسطين هذا الصباح وفي ساعتنا الثانيه. رح نبدا محطتنا الاولى بالحديث عن الاطفال. تحدثنا مطولا عن كل البرامج اللي عم تحاول الجهات المختصه تفعيلها على ارض الواقع لحمايه اطفالنا، وبالدرجه الاولى نتحدث عن نيابه الاحداث. مؤخرا تم اطلاق مشروع حمايه وتعزيز المصلحه الفضلى للطفل، وهو بالشراكه ما بين النيابه بطبيعه الحال ووزاره التنميه الاجتماعيه. يمكن حسن اللي كنا نتحدث فيه قبل ما نبدا، ماذا نعني بالمصلحة الفضلة؟ نعم صحيح. نرحب بضيفنا الأستاذ ثائر خليل رئيس نيابة الأحداث. أسعد الله صباحكم، جهدكم مباركة دائما، خصوصا وأنكم تذهبوا إلى موضوع الأطفال وما أحوجنا إلى هذه التنشئة الاجتماعية السليمة والصحيحة. إذا أنه لا قيمة للمجتمع إذا كان النشئ الجديد غير مطابق للمواصفات والمقاييس أخلاقيا وثقافيا ومن حيث الوعي. وبالتالي ما تحدث به فرح عمر في غاية الأهمية. كلنا نطلع على المصلحة الفضلى، ليس فقط أطفال وأنا وأنت وفرح، ولكن مشروع حماية الأطفال وتعزيز المصلحة الفضلى. ما هي المصلحة الفضلى من وجهة نظر نيابة الأحداث ورئيس نيابة الأحداث في فلسطين؟ بداية صباح الخير لكم جميعا، صباح الخير لمواطنينا ومشاهدينا. كل الدعم والمساندة والمناصرة للطفل الفلسطيني، وأحلى شيء أنه نصبح في حماية الأطفال، وهذا صباح جميل أنا بالنسبة لي. نعم. النيابة العامة ومنذ يعني صدور قانون وتشريعات تعنى في الأطفال، النيابة العامة راعت أنه تحقق العديد من الإنجازات لما يصب في مصلحة الأطفال. وبالفعل على مدار 6 سنوات منذ نفاذ القانون في عام 2016 عن فخامة الرئيس، النيابة العامة رصدت، تابعت، قيمت، حتى وصلت في هذا العام أننا يجب علينا أن نعمل لما في مصلحة الطفل الفضلى. نحن كنا نعمل فيها، ولكن لم يكن هناك تركيز وتعزيز وتواصل مع كافة الشركاء في هذا الإطار، وهي المصلحة الفضلى. وكثيرا ممكن في مجتمعنا وبداية يتساءل ماذا نقصد بالمصلحة الفضلى للأطفال أو للطفل الفلسطيني. نعم. يعني الكل بيعرف انه العالم حاليا والمطلع على عدالة الأطفال والأحداث انه هذا لا يوجد تعريف محدد للمصلحة الفضلى، لانه يختلف ربما من بيئة الى اخرى او شخص الى اخر، لانه هو بما ينسجم مع البيئة اللي بيعيش فيها الطفل. فالطفل اللي بيعيش في مصر، في الأردن، في فلسطين، في إيطاليا، في أمريكا، اينما كان هذا الطفل له مصلحة فضلى. الدولة والمؤسسات التي تعمل مع هذا الطفل هي من تقرر وتقدر ما هي المصلحة الفضلى التي يجب توفيرها للطفل الفلسطيني. وأريد أن أختصر حتى لا نطيل، أن يجب علينا كمؤسسات ومجتمع وأسرة أن نرجح مصلحة هذا الطفل على أي مصالح أخرى. يعني أنا بتمنى أن نأخذها بهذا المفهوم. نعم. أي شيء ينصب في مصلحة الطفل يرجح على المصالح الأخرى، حتى لو كان في تعارض مع مؤسسات الدولة أو مع رئيس نيابي أو مع قاضي أو مين كان في هذا المجتمع. إذا كان تعارض يجب أن نرجح مين؟ مصلحة الطفل الفضلى. ومن هنا أجا فكرة المشروع النيابي العامة، وهناك لنا شريك اللي هي وزارة التنمية الاجتماعية، حتى نعزز في هذا العام والسنوات القادمة أن المصلحة الفضلى للأطفال سيشعر فيها المجتمع، ستشعر فيها المؤسسات، سيشعر الطفل الموجود في المدرسة وفي الشارع وفي الأسرة وأينما تواجد أننا نسعى وراء مصلحته على كافة المصالح الموجودة. أستاذ ثائر، في هذا الموضوع خلينا نتحدث بتفاصيل هذا المشروع. ماذا سيوفر للطفل؟ كيف سيعمل على تعزيز مصلحة الطفل الفضلى؟ وكمان احنا نتحدث عن بناء ثقافة جديدة تعنى بالطفل. نعم صحيح. يعني بس عشان نحكي عن الأنشطة اللي بدها تنفذها. نعم. النيابة العامة حطت كل الأنشطة بالتعاون وبالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، كل الأنشطة ستصب في الهدف الرئيسي. والهدف الرئيسي كما قلت وكما أنتم اطلعتم، وهناك العديد من المؤسسات تعرف هذا الكلام وتم مناقشتها في هذا الموضوع، إنه الأنشطة يجب أن تنسجم مع المصلحة الفضلى للأطفال. كل نشاط يجب أن يحقق الأهداف المرجوة حتى نتمكن من تحقيق المصلحة الفضلى. شو هي الأنشطة؟ أول شيء إحنا سنعزز المفهوم هذا مجتمعيا. ما معنى ذلك؟ أن نقوم بالتوعية اللازمة ونعرفهم كيف لديكم الخبرة الكافية كمؤسسات، كمجتمع، كأسرة أن تقدر هذه المصلحة لطفلك. بحيث هناك يعني للأسف لا يتم إعطاء الطفل حق المشاركة.
نعم. يعني يفرض عليه حتى اللعبة اللي بيجيبوا له إياها الأسرة إلى المنزل تفرض في بعض الأحيان عليه أو مكانها أو أي شيء. إحنا بدنا نعزز حتى على مستوى الغذاء والصحة والتعليم وغير العدالة أيضا، سنعزز هذه المفاهيم لدى المجتمع كافة ولدى المؤسسات أيضا، ومن ثم ننطلق بعد التوعية بوسائل حديثة بتقنيات متطورة لإيصال هذه الرسالة، لأنه أنتم تعرفوا صعب أنه إحنا ننشر الثقافة على مجتمعنا كله، بدها طاقات كبيرة. عشان هيك وجدنا وسائل بديلة حتى نتمكن من تحقيق هذا الأهداف. الهدف اللي بعديه سننشئ منصات إلكترونية، نعم. تطبيقات تواصل مستمرة مع الأسرة ومع الطفل، هناك عمليات تدريب ورفع قدرات لكافة العاملين معهم بما يندرج تحت إطار المصلحة الفضلة، هناك إيجاد مدربين محترفين لتدريب الأطفال أنفسهم وتدريب المؤسسات نحو تعزيز المصلحة الفضلة للأطفال وكيف تحقق في مؤسسات الدولة والعديد من الأنشطة. يعني هناك نشاط يعني كثير أنا بهمني أقوله بالإضافة لما قلته، المشروع سيستهدف أطفال انخرطوا في عدالة الأحداث، يعني ارتكبوا جرائم، وعندنا نظام الوساطة، نظام الوساطة اللي هو من حل النزاع بين الطفل والمجني عليه. من خلال هذا التطبيق السليم لنص المادة 23 من قانون الأحداث، نعم. سيتم اختيار أطفال من داخل النظام ومن داخل إجراءات الوساطة والعمل معهم من خلال المشروع على مصلحتهم الفضلة. كيف ذلك؟ بإعطائهم تدريبات وتمكينهم من التدريب المهني بحيث أنه يصبح قادر على العمل بمهني بعد بلوغه، نعم. سن 18 وينطلق وهو مدرب، نعم. وقادر على أن يعين نفسه وممكن يعين أسرته. هيك بنحقق الهدف المرجو من هذا المشروع، نعم. إن شاء طيب الله. طيب يعني أستاذ ثائر خليل، هذا أمر في غاية الأهمية، وما تفضلت به من أفكار ومقترحات نرجو أن نراها على حيز التنفيذ، أمر مهم. ولكن غالبية المجتمعات التي تطورت وارتقت سياسيا واقتصاديا وأصبحت في مصاف الدول المتحضرة راهنت على الجيل الجديد بمعنى الأطفال. ما تفضلت به في غاية الأهمية بأنه حتى اللعب تفرض أحيانا على أطفالنا ونحن جزء من ذلك، فبالتالي إلى أي حد تعتقد بأن الرهان على النشأ الجديد، التغيير بسن الأطفال بالمراحل المبكرة قطعا وبالضرورة بعد سنوات سنصل إلى مرحلة أن يكون هناك تكامل في الرؤية والوعي، بدل أن ما أن يعني أن يعني النقش التعليم بالصغر كان نقش بالحجر أو أنه يعني الرهان على النشأ الجديد، إن الغصون إذا قومتها انعدلت، أنا مش شاعر صحيح. ولكن البناء على الناس الصغار والجيل بأسس بصراحة لمرحلة متقدمة عشان نوفر إمكاناتنا وطاقاتنا المالية وغير ذلك، نبدأ مع الأطفال من الروضة للمرحلة الابتدائية في المدرسة، وبعد 20 عام بيكون كل الشعب وصل لمرحلة عالية من الثقافة والوعي والإدراك، ورهاننا كبير على شعبنا دائما. نعم صحيح. بالنسبة لهذا الموضوع، عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب يولي اهتمام كبير في نيابة الأحداث وما تقدمه من اختصاصات، وبالتأكيد اللي قلته نحن مؤمنين فيه. أول إشي ابتداء كوننا مواطنين فلسطينيين نعيش، نعم. معكم، وثاني إشي إنه إحنا عندنا اختصاصات صحيح. ممكن أن تمكنني من تعزيز هذا التفكير والثقافة الموجودة في المجتمع الفلسطيني. 4 أمور لازم نراعيها، وهي وردت في القانون الفلسطيني وأساسها المصلحة الفضلة. كل التشريعات للطفولة في دولة فلسطين تعزز وتؤكد المصلحة الفضلة، ولكن كنا يعني في هناك نوع من الإشكاليات حولها حتى تمكننا من حصر الأمور كيف ممكن تعزيزها مجتمعيا. نعم. 2 عدم التمييز. 3 في عنا أمور اللي هي بتتعلق في أنه الطفل لا يعطى حق المشاركة والتعبير عن رأيه، ولازم نكون صريحين في هذا الموضوع. في المدارس يجب أن نعزز دور الطفل في إعطاء رأيه، أنا كأب لازم أعزز هذا الدور. يعني أنا بتمنى والمشاهدين يعني يسألوا أنفسهم، هل بيشاوروا أطفالهم على مستوى إشي بسيط؟ هذه نقطة مهمة أستاذ ثائر، ولكن من هون يمكن بخطر عبالنا سؤال ويجب علينا أن نعرف المصلحة الفضلة، ولأنه السؤال المتأخر، لأنه ممكن من ناحية اختصاصك وخبرتك وتعاملك والقوانين
تحدد مصلحة فضلة معينة للطفل، ولكن من وجهة نظر ولي الأمر هناك مصلحة أخرى للطفل، فبالتالي مين بده يقرر ما هي المصلحة الفضلة؟ على أرض الواقع كيف بدنا نطبق المصلحة الفضلة؟ بصراحة لا يمكن أن يصل أحد إلى مصلحة فضلة لأي شخص ولا لأي مؤسسة ولا لأي مكان أو هيئة، فبالتالي هذا الاختلاف وهذه الأولويات كيف رح يتم تحديدها؟ وإحنا مجتمع شرقي، إحنا مجتمع أبوي، والأب له كلمته في المنزل، وإحنا بنعمل على تعزيز احترام الأب وولي الأمر والأم حتى وكلمتهم، فبالتالي لما يكون في مؤسسة عم بتتدخل في هذا الموضوع نوعا ما، حتى لو أنه تدخل إيجابي، ولكن في عادات وتقاليد في هذا المجتمع. نعم، يعني خلال تطبيق عادات الأطفال، وأنا بشكرك يعني على السؤال وعلى الحديث معكم الرائع، كثير وإحنا نطبق عدالة الأحداث منواجه انتقادات وإشكاليات ونتهم أننا نعمل يعني نعزز إنه الطفل يتمرد، هيك كنا نتهم. نعم. ولكن هاي يعني الأمور يجب إنه إن إحنا نستوعبها أول إشي ونتقبلها من مواطننا، ومن ثم ننطلق لتوعيته عليها. فيما يتعلق في المصلحة الفضلة بدي أضرب مثال ومن ثم ستصلون أنتم والمشاهدين للتعريف، لأني لا أريد أن أعرف تعريفا نحفظه ونقول هذا هو المصلحة الفضلة، لأنه مصطلح واسع جدا جدا. صحيح. سأضرب مثل. تفضل. شخص يعني امرأة ورجل متزوجون ولديهم طفل، وهذه قصة حقيقية، صار بينهم خلاف وانفصلوا عن بعض، هي تزوجت وهو تزوج، الطفل صار يذهب عند الأب يتم طرده، يتوجه عند الأم يتم طرده، أين لجأ؟ إلى الشارع. من تدخل لمصلحته الفضلة؟ النيابة العامة قامت بالوصول لهذه الحالة وعملت الإجراءات والتدخلات اللي لا يجوز لي أن أقولها على الإعلام، لا السرية والخصوصية. خصوصية الملف. صحيح. من هذا المنطلق المصلحة الفضلة هون وين؟ إيواء. تعارضت. نعم. تعارضت مع الأب والأم. صحيح. تخلوا عن مسؤولياتهم، تخلوا عن كل المبادئ والأخلاق والقيم والبيئة التي تربينا عليها من منطلق وطني. نعم. وقانوني واجتماعي. صحيح. هذا الطفل، هذه المصلحة الفضلة، أن نتوجه للطفل ونوفر له كافة احتياجاته والإمكانيات لإبعاده عن أي مخاطر أخرى، من هنا ننطلق أن نقول هذه المصلحة الفضلة للطفل. نعم. التي يجب أن يعني تعلو كافة المصالح في مؤسسات الدولة وعلى الأسرة ذاتها، ولا يجوز أن نعطي الأم. نعم. مصلحة على مصلحة ابنها. نعم. وبتمنى أن هالرسالة وصلت. نرجو ذلك. شكرا أستاذ ثائر خليل رئيس نيابة الأحداث، هذه المشاركة الطيبة، نرجو لكم التوفيق، ودائما نتواصل معكم في كل ما يهم أطفالنا، وخصوصا وأنهم هم بنات المستقبل ونعول عليهم كثيرا. وإن شاء الله المقابلة الجاية بدها تكون بتحقيق المصلحة الفضلة على أرض الواقع حتى نشوف نتائج من هذا المشروع. إن شاء الله رح تتوفر. إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيكم. شكرا.